السلام عليكم. اليوم عندنا حالة سريرية، مريض عمره 70 سنة، عم يعاني من اكتئاب وصعوبة بالمشي. عندنا ذكر عمره 70 سنة، وصل بقصة مزاج مكتئب مع تفكير بالانتحار واضطراب بالمشي. طيب شباب، إذا القصة باختصار، المريض عمره 70 سنة، شكايته الرئيسية هي يعني اضطراب المشي والمزاج المكتئب. طبعا يعني نحن دائما أول سؤال نسأله للمريض شو عم تشكي، فبيقول لك أنا ما بحسن بمشي، حاسس في يعني مشكلة في المشي. طبعا ما راح يقول إنه هو مزاجه مكتئب او عنده يعني تفكير بالانتحار. احيانا بيقول لك انه انا بحس حالي هيك يعني مالي على طبيعتي، بحب الانعزاليه، ما بحب الاصوات. مثلا ممكن اذا سالته شويه اسئله يقول لك انه انا ممكن يعني بحس حالي انه لازم اموت يعني. طيب، مع بدايه القصه رح ناخذ شويه اسئله من الموجودين، يسالوا المريض شويه اسئله يعني تفصيل الشكاية. هلا أنا لاحظت من خلال يعني جولاتي على المشافي ما بتركزوا على هذا الموضوع بشكل صحيح. تفصيل الشكاية كثير مهم، أحيانا شوية كلوز من كلمة من المريض وكلمة منك، سؤال منك وجواب من المريض ممكن يعني يطلع الإجابة على القصة. فبداية لازم نعرف إيش الجهاز اللي المريض عم بيحكي عليه. فدكتور مصطفى، شو رأيك الجهاز هو يعني المتعلق بهي القصة؟ الجهاز العصبي، ممكن يكون كمان الجهاز العضلي الهيكلي الجهاز كون العضلي في الهيكلي، اضطراب بالمشي. كمان ممكن يكون الجهاز العضلي الهيكلي، كمان بما أنه في اضطراب بالمشي. تمام. هلا الاضطرابات النفسية يعني ممكن نحطها على يعني الجهاز العصبي، ويعني في بعض الكتب مثلا كتب الأعراض والتشخيص مثل ماكلاود يصنفوها لحالك يعني جهاز خاص فيها يعني. لكن احنا بالداخلية ما كثير بنسأل عن هذا الموضوع، لكن الشيء يذكر انه المريض جاينا به يعني شكايتين، يعني اللي هي المزاج المكتئب واضطراب المشي. فاذا ركزنا على الجهاز العصبي، خلونا نفصل الشكاية. فبدي أسئلة من الأخوة الموجودين بفتح الميكروفون، كل واحد يسأل سؤال والدكتور مصطفى راح يجاوب عليه قبل انه ندخل بتفاصيل الشكايه. نحكي الان بس فقط على تفصيل الشكايه العصبيه، بعدها بنحكي على السوابق. تفضلوا كل واحد يفتح ميكروفون ويسال سؤال. من قيمة هاي الشكاية مع المريض؟ تقريبا ودخل أكثر من مرة، عدة مرات على المشفى. هاي آخر مرة صار له حوالي الأسبوعين للشهر عم يشكي. إذا هل الشكاية حديثة مزمنة تحت حادة؟ إيش بتصنف دكتور مصطفى؟ تحت حادة. تمام. إذا البداية صارت تقريبا شهرين، هو دخل عدة مرات بهي الشكاية، يبدو ما وصلوا لتشخيص، ما هيك؟ ما وصلوا للتشخيص. طيب سؤال آخر. إذا سؤال كويس، سؤال حلو، اللي هو الأونست. نحن إذا بدنا نفصل الشكاية ممكن نلجأ ل يعني اختصار او بي كيو ار اس تي. تذكروا مصطفى، تذكرنا فيه. الاو بي كيو ار اس تي، الاو اونست ايمت بدات الاعراض، البي العوامل المفاقمه والعوامل المحسنه، تمام، بروبيكيشن اند باليتيف. الكيو الكيو كانت الكواليتي يعني نوعية هاي نوعيه العرض. الاعراض، الار، العوامل اللي مريحه كانت للاعراض، لا الار ريديشن اند ريجيشن. اذا كان الانتشار، في انتشار الأعراض. تمام، هذا لما يكون في عندك الم فبدك تشوف مكانه ريجيشن وانتشاره. ريجيشن مكان وريديشن انتشار. التي الاس تايم، شو الاس؟ التي تايم تماما، والاس هي السيفيريتي، الشده سيفيريتي، يعني. شدة الأعراض. فأول سؤال سألوه هو من إمتى بلش الأو. هلا بالنسبة للبي، مين بيسأل السؤال؟
ممكن يكون في هون عندنا أسئلة، مثلا في شيء محرض، في شيء محسن، شو جوابك؟ في جوابك على الموضوع شيء؟ ما في، لا ما هو ما عنده اي اشياء تسبب انه تحسن بالاعراض او بتسيء للاعراض. تمام، يعني نسأله في شغلات بتسيء لاضطراب المشي، مثلا إذا مشيت زيادة، مثلا ممكن نسأله إذا واحد عنده عرج متقطع مثلا، يعني هذا كسؤال مهم على المشي، على الجهد بيزيد هذا الاضطراب المشي. الكيو الكواليتي، يعني شوية أسئلة عن هذا، هي اضطراب المشي مثلا شلون عم بتصير، ايش الشيء اللي عم بيصير معك، حكينا نشوف هو ضعف، هو دوخة، احيانا بيكون كل العرض هو عبارة عن دوخة، فاحكينا شوي دكتور مصطفى عن هي اضطراب المشي عم هلا بتصير عنده. فحص المشي، نحن ساعات بدنا نجي نفحص مشية المريض، نطلب انه يمشي قدامنا مشان نشوف طريقة المشي. في عنا عدة مشيات، مثلا مشية الوجيف، المشية المخيخية، مشية داء باركنسون، مشية الشلل الشقي، وطبعا كل وحدة لها شيء بيميزها. مشية الوجيف بيكون المريض عم يسحب القدم او بيرفعها وبيضربها ضرب بالارض. أما المشية تمام، المخيخية بتكون إنه على قاعدة عريضة واسعة ومترنحة بنفس الوقت، قاعدة عريضة وعم يترنح. أما مشية الشلل الشقي هي بنشوفها بآفات العصبون المحرك العلوي، بتحس المريض عم يرسم قوس وهو عم يمشي عند تحريك الطرف السفلي. أما مشية داء باركنسون بتلاقيه عم يتأخر ببدء المشي، في بطاقة حركية وعم يتأخر، بتكون خطوات قصيرة وصغيرة. تمام. إذا هل برأيك إنه ممكن نسأله للمريض ويجاوبنا هاي الأجوبة، ولا هذا راح نشوفه نحن نكتشفه طبعا بالتقرير؟ لا، نحن بدنا نقول للمريض قوم امشي قدامي مشان أنا إذا أحسن أصنف المشي. ما في فائدة من الأسئلة عن موضوع المشي، ولو إنه هو يعني هذا، لكن أنا برأيي إنه بس نستفسر منه للمريض، هو عم بيقول لك إنه أنا ما بحسن أمشي، ما هيك؟ مو هيك الشكاية؟ هيك الشكاية. اضطراب المشي. تمام، انا بس افهم منه شو قصده فيها، ضروري نفهم قصده، لانه ممكن تكون الشكايه عباره عن دوار، ممكن تكون الشكايه عن عرج، ممكن تكون الشكايه عن الم مفصل. عن تمام، ضعف. فيا ريت تفسر لنا الشباب شو بيقصد المريض باضطراب المشي، هذا التفسير مهم جدا. اضطراب المشي المقصود فيه هون عند هذا المريض انه في يعني بطء ببداية الحركة، إضافة لترنح بسيط مع حس ثقل أثناء تحريك الأطراف السفلية، يعني في أو ضعف، قصدك في ضعف؟ في ضعف. طيب، معناتها شوي يعني هيك مشان ما نروح افكارنا لبعيد، ويكون مثلا في تشخيص تفريقي ثاني، في عندنا يعني ضعف، في شوي ترنح، اذا يعني اضطراب، نوع من انواع اضطرابات المشية الرمحية. طيب، يعني مثل ما شفنا انه هاي ما هي شكاية الم، فما كثير في تفاصيل لها، معناتها لازم نسأل عن الاعراض العصبية الاخرى. فبدي من كل واحد يكتب على الشات العرض العصبي وراح يجاوب عليه دكتور مصطفى. اي عرض عصبي بيخطر لكم بيسالوا عنه. دائما هذا عم لاحظه، انه انتم بس بتركزوا على الشكايه وبتنسوا الشكايات المرافقه. احيانا يا جماعه ما في مرض بالطب بيور، هيدا دائما انا بقولها وبركز عليها، كلمه بيور يعني ما في مرض بس بيجيك عرض معين. كثير شفتوا احتشاء عضله قلبيه بالم شرثوفي، كثير مرة اجتني بألم كتفي، مرة اجانا بغثيان وأقياء، خدر ونمل. إذا الموضوع يعني لازم نسأل عن الشكايات المرافقة، لأنه ممكن تحرضوا معه. الأسبوع الماضي لاحظتوا المريض اللي عنده شلل بل، لو كان واحد شلل بس هيك مطلع على شلل بل وماشي خالص، لا، كان بالفحص بالشكايات كان في شيء بيدل إنه في عندنا احتشاء بالجسر. طيب، الشباب عم يسألوا في صداع شيء؟ لا يوجد صداع ولا يوجد اقياءات، الحس طبيعي، لا يوجد الم في الاطراف. طبعا دكتورة بدرية، بس دكتورة بدرية، السؤال عن الحس ما بنسأله هيك، الحس طبيعي، شو بنسأل للمريض؟ تمام، مثل ما سأل عبد الهادي، برافو انه عليك عبد في الهادي، خدر يعني او خدر نمل. ونمل، خدر ونمل، ما بنسأل حسك طبيعي ولا لا، لا هذا مو سؤال، يكون السؤال موجه لمريض، ما بتسأله أنت على الفحص. الخدر ونمل، برافو عليكم. سأل عبد الهادي كمان في أوهام أو أهلاسات؟
لا لا يوجد. هلا سابقا هو المريض، هلا بنشوف القصه المرضيه، دخل بعده بنوبه هوس، اما حاليا لا يوجد. ايش تقصد بالهوس؟ ما الهوس اعرف هو شو شباب. ارتفاع مرضي بالمزاج مبالغ فيه، احيانا بيجي مشاركه يعني بين البهجه والسعاده وفرط الثقه بالنفس، وما دائما تقريبا 90% بيكون هو انه فرط سعاده او فرط ثقه، وممكن في 10% بيكون في عنده لا مبالاه شديده للشخص. هذا الهوس هو اضطراب مزاجي، اضطراب او اضطراب في المزاج. برافو. إذا هو في عنده معناتها مشكلة نفسية قديمة، مو حديثة، صح؟ قديمه حكيم، ايه قديمه، تمام. وفي قصه طيب عائليه. هلا سأل عبد الحميد ألم، ولو إنه كان بدي يعني يفصل إيش معناتها ألم، يعني ألم هيك بس في عندك وجع تسأله وجع في وين، يعني وين الله نحن بجهاز عصبي، وين الآلام ممكن تكون مثلا؟ الصداع أكثر شيء، الألم هو الصداع بالنسبة للجهاز العصبي. الآلام الأطراف ممكن يجينا آلام بالعضلات، نعم، ببعض الأمراض العضلية اللي بتكون مترافقة مع يعني الأمراض العصبية. طيب رزان عم تسأل في ثقل بالأطراف، يعني ضعف عضلي يسبب اضطراب المشية؟ لا يوجد ضعف عضلي، المريض أو فينا نقول إنه ضعف بسيط، يعني ما هو بيوجهنا لإصابة عضلية نتيجة تقدم بالعمر. انا راح اسالك يا سؤال عن رزان، يعني الضعف اللي عم تسال عم تحكي عليه بكل الاطراف، بطرفين، بالطرف العلوي، بالطرف السفلي، الطرف الايمن، الطرف الايسر، الضعف بالطرفين السفليين هي ضعفين، ضعف حسب تعبير المريض. تمام. طيب أسألك في دوار، لا يوجد دوار عند المريض، ما شكى أنه من دوار أو دوخة أو عدم طراء التوازن. تمام. غيره يا شباب، شو في عندنا أسئلة؟ راح أجاوب على الأسئلة هي. هل المريض أثناء فحصه متوجه كان للزمان والمكان والأشخاص، فحص الذاكرة لا كان في عفوا يا دكتور، عفوا بعد اذنك يعني اتدخل، تفضل حكيم. اجلوا لي الفحص يا شباب، اجلوا لي الفحص الان، لسه نحن بالقصه السريريه. عم تستعجلوا يا شباب، الله يرضى عليكم، عم تستعجلوا على الفحص السريري. القصه السريريه 70% من حل تشخيص المريض، الفحص جزء كثير من الامراض وخاصه الامراض القلبيه، القصه السريريه هي بتشخص. فاجلوا لي اسئله الفحص، الله يرضى عليكم. يعني الأسئلة اللي سألتها فيها فحص وفيها قصة، فأنا راح أسأل، معلش. كلمة المريض متوجه الزمان والمكان والأشخاص، هذا فحص سريري. فحص الذاكرة، هذا فحص سريري. هل يوجد لقوية، هذا فحص سريري. هل يوجد حبسة كلامية، هذا يعني ممكن بالفحص السريري ممكن المريض وهو عم بيحكي معك تحسه. خزل شقي سألوا عنه الشباب وقال لهم إنه هو يعني ضعف شوي بأطراف السفلية. اضطراب توازن الدوار، شو جوابك كان عليه؟ في عنده بعض اضطراب توازن، ما في دوار، اضطراب توازن طبعا بالمشي، أول من بداية المشي المقصود فيه، وليس اضطراب توازن عصبي يعني إنه منشأه دماغي. طيب تمام. عم يسألوك شباب في سلس بولي؟ نعم يوجد سلس بولي. تمام. طيب شو في عندنا أسئلة عصبية يا شباب؟ ما ضل أي شكايات عصبية في العالم؟ طيب سأل زياد عن الرجفان، في عنده رجفان المريض؟ بيرجفوا إيديه شيء؟ في عنده كان رجفان، ولكن يعني رجفان وضعه كان عنده وليس رجفان حركة أو رجفان راحة. تمام. جاني مرة مريض بس في عنده رجفان، شكايته الأساسية هي رجفان، طلع بالأخير يعني كنت شاكك باركنسون، طلع ورم بالدماغ، فيعني ممكن يكون شكاية لحالها هي الرجفان، فصار عندنا رجفان كمان بالإضافة للسلس البولي بالإضافة للضعف العضلي بالطرفين السفليين والترنح. عم بسألوك الشباب في عته، هل برأيك هذا السؤال يا عبد الحميد؟ هيك تقول له للمريض انت خرفان شيء مثلا؟
هذا بالفحص السريري يا شباب، الله يرضى عليكم. ما بتعرفوا تفرقوا بين الفحص والشكاية والمرض حتى. كمان تناول الأدوية هي بالسوابق، طولوا بالكم عليها. طيب، هل في قصة المريض إنتان سابق أو رض على الرأس؟ ممكن يعني هذا ممكن نحكي بالقصة. في هيك شيء عنده؟ لا يوجد. لا، لا يوجد. صداع الشباب سألوا عليه وقال لهم لا يوجد. لا يوجد صداع. طيب، ما حد يضل عنده أسئلة؟ أنا راح أسأل إذا ما عنده أحد أسئلة. طبعا الأعراض العصبية يعني تذكروها مباشرة من الشيء اللي بيشكوه المرضى العصبيين. الصداع بداية، بعدين بننزل شوي بنشوف ايش في عندنا الأعراض الحركية والحسية، الخزل الحركي والمزل والخدر، هدول سألتوهم. الرنح، اضطراب التوازن، الدوار، الدوام، هدول أعراض عصبية مهمة، ممكن تكون مخيخية، ممكن تكون محيطية أو مركزية. طبعا اضطرابات الحس والشم، الحس الشم والذوق والسمع والرؤية، هي لازم كلنا نسأل عنها. هل في عنده أي واحدة من هدول الأربع إحساسات؟ لا لا تنسوا، هي موجود. بتتدخل دائما بالأعصاب القحفية، فبالتالي لازم نسأل في اضطراب في الرؤية. ما في عنده. لا يوجد اضطراب رؤية. في نقص سمع، لا يوجد نقص سمع حاليا. في نقص بحس الذوق أو الشم. لا يوجد. طيب تمام، هيك تقريبا يعني أشرنا لكل الأعراض العصبية. فينا ننتقل الآن لتفصيل الشكايات الأخرى، ولسه هذا أهم من الشكاية الرئيسية. إذا ملخص القصة دكتور مصطفى، إيش الشغلات الإيجابية بالأعراض العصبية؟ لخص لهم للشباب عشان ننتقل لاستعراض بقية الأجهزة. راح نقرأ القصة السريرية. وصل المريض بقصة مزاج مكتئب مع ميول انتحارية واضطراب بالمشي. المريض كان عنده تاريخ طويل من نوبات الاكتئاب، بدأت من 20 سنة تقريبا. عنده قصة قبول في مشفى الأمراض النفسية من 10 سنوات سبب نوبة هوس شديد، حيث تم علاجه بالليثيوم والتخليج الكهربائي، وبعدين تابع كمريض خارجي مع متابعة شهرية. قبل 9 سنوات من القبول الحالي سقط المريض على الدرج، مما سبب له ألم أسفل الظهر، وأجري له رنين مغناطيسي العمود القطني، حيث وجد تغيرات تنكسية متعددة المستويات وفتق نواة لبية الأربعة الخمسة. عولج أسيتامينوفين والعلاج الفيزيائي. قبل 4 سنوات سقط المريض بسبب مشي غير مستقرة، وكشف الفحص العصبي ضعف في الذاكرة مع الرعاش ومشي غير مستقرة مع استعمال عكاز، وباقي الفحص البدني والمخبري كان ضمن الطبيعي. تكرر السقوط عدة مرات خلال الأشهر السابقة، وتم إجراء صورة رنين للرأس، لوح للدماغ، لوحظ وجود احتشاء دماغي قديم، تم إجراء اختبار عصبي نفسي في ذلك المشفى، وأظهرت نتائج وجود مزاج مكتئب بشدة. وقبل شهر عانى المريض من صعوبة تركيز مع مشي متقطعة واضطراب ذاكرة واضطراب تبول. إذا القصة قديمة، رجعنا على السلايد اللي قبله، قبل السوابق طول بالك. إذا السلايد اللي قبله، مشكلة المريض هي السقوط. السقوط بس المتكرر. رجعنا على السلايد اللي قبله. السقوط إيش ممكن يكون؟ أول شيء كتشخيص تفريقي عند مريض مسن. ليش المرضى المسنين بيسقطوا؟ بتعرفوا أنتم معظم المسنين بيتفشكلوا وبصير عندهم كسر عنق فخذ، شكاية خطيرة جداً. مين بيعرف يكتب لنا على الشات شو اسباب السقوط عند مرضى المسنين؟ هذا سؤال الدوره الماضيه جبنا لهم اياه بالامتحان الاولي. هبوط السكر، برافو عليك عباده. هبوط الضغط الانتصابي، وخاصه اللي بيتناولوا ادويه بتسبب هبوط ضغط انتصابي، مثل ايش؟ اي دواء ممكن يسبب مصطفى؟ عصيرات ألفا عصيرات ممكن. الفا للبروستات، برافو عليك. تمام، شو في كمان أسباب للسقوط يا شباب؟ ممكن اختلاج، نعم، اضطرابات نظم، برافو عليك عبادة. ممكن يكون رجفان أذيني سبب دوار أحيانا، الجلطات الدماغية الـ TIA، ممكن الدوار دهليزي كمان، لا تنسى أنه ممكن يكون يصير عندهم دوار دهليزي. باركنسون مهم جدا، أنه بيمشي، هو بيمشي بخطوات قصيرة فأحيانا بصير في عنده سقوط. حصار القلب، نعم برافو عليك. الغشي، غشي بأسبابه المختلفة، سواء العصبي أو الوعائي. تمام،
تنبيه المبهم. نعم. في شيء أسباب أخرى للسقوط دكتور مصطفى تخطر لك غير اللي تذكرون الشباب؟ السقوط ممكن ضعف عضلي سبب سقوط عند المريض. تمام، واحد عنده ضعف عضلي فما بيحسن بيمشي على الجهاز سوا، يعني بيتفشكل وبيوقع أو ما بيحسن بيمشي على السوا. غيره شو في عنا أسباب السقوط؟ ممكن مشاكل اللي بالرؤية، مشاكل بالرؤية تسبب للمريض سقوط، ولكن هو المريض ما عنده حاليا. برافو عليك، يعني بس أنت حطه بذهنك إنه مشاكل الرؤية. نعم. غيره الأدوية، شو رأيك بالأدوية غير إنه اللي بتسببه بالضغط؟ طب شو في أدوية ممكن تسبب لنا سقوط مثلا؟ ممكن الفالبروات أنه بتسبب رنح، برافو عليك، ممكن يعني تسبب مضادات لنا سقوط. الاختلاج أحيانا ممكن مضادات تسبب لنا. نعم الاختلاج، تمام. غيره الليثيوم المهدئات، كمان، هذول المرضى الليثيوم. يعني بشكل عام كبار بالعمر بياخذوا هيك الدواء للنوم، بصير عندهم هيك مثل يعني قلة نوم او ارق او ارق، دورميكول، بياخذوا ديازبام. تمام، دورميكيوم هيك شغلات، ف بيريدوا انخفاض هذا. الضغط، غيره الشباب ممكن انخفاض الضغط دكتور. دواء الضغط، ادويه الضغط كلها بتسبب هبوط ضغط انتصابي. كمان الخرف، شو رايكم بالخرف؟ العته، يعني الزهايمر. الزهايمر نفسه يعني اي نوع من انواع العته، على راسه الزهايمر اللي هو اشياء انواع العته، بسبب سقوط ايضا. طبعا ممكن، يعني ذكرتوا معظم الاسباب، برافو عليكم. تفضل تفضل مصطفى. كنت لك ممكن انه اذا في عندنا انتان مثلا بالسفلس العصبي بيأثر على المشي وممكن يسبب لنا سقوط كمان. إذا أي شيء بسبب ضعف عضلي ممكن يسبب لنا السقوط، راح تحتفظوا في هاي الأسباب، أسباب مهمة جدا لازم نفكر فيها عند المرضى المسنين. من خلال يعني الممارسة راح تلاحظوا أكثر شيء يعني أسباب السقوط هي الأسباب العصبية، ومعظم الأحيان بيكون الأعراض واضحة يعني. لكن إذا شفتوا مريض مثل هذا مثلا لسه حد هذا ما بتبين عنه شو السبب السقوط عنده، لكن الثلاثي اللي حاليا موجود عنده هي السقوط، اضطراب الذاكرة، في عنده مشكلة بالذاكرة يعني بالتفكير أو صعوبة التركيز، مع اضطراب التبول اللي هو السلس البولي. طيب ننتقل الآن لاستعراض بقية الأجهزة. الله، نحن سألنا الأسئلة الأساسية تبعية الجهاز العصبي، لكن لازم نسأل ونعدي بسرعة على أعراض كل جهاز بجهازه. فمصطفى باختصار عندنا الأعراض، يعني قلنا أعراض المريض، إذا اعتبر حالك أنا بسألك عن الأعراض الصدرية، فقال لي بشكل عام إيش في عنده أعراض مريض صدرية. هل يوجد ألم صدري؟ نسأل عن ألم لا صدري. قول جاوب قصدي، أنت فورا جاوب، قول لا يوجد. لا يوجد إذا ألم يوجد صدري، لا يوجد زلة تنفسية، ما في عندنا سعال. هذول أهم شيء حالي بالجهاز التنفسي. ما في نفس نفس، ما في دموي. نفس دموي. تمام. إذا ننتقل على الجهاز الهضمي، ما في عنده ألم بطني. جهاز قلبي غير الألم قلبي، الجهاز القلبي ما في عندنا وزمات محيطية مثلا تدل على قصور قلب، ما في عندنا زلة الألم الصدري، تنفسية. ديسبينيا، زلة تنفسية ما موجودة. هذا الأهم. الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي ما في عندنا ألم بطني، ما في عندنا إمساك، ما في عندنا إسهال، ما في عندنا أقياءات، ما في عندنا جست نفخة مثلا. نفخة، ما موجود. تمام. الأعراض، عسر البلع كمان، هيدي من الأعراض الهضمية المهمة اللي بتترافق مع الأعراض العصبية صراحة. برافو عليك زياد. طيب الأعراض العضلية الهيكلية، ما في عندنا ضعف عضلي. طبعا هذا الشيء نقرره بالفحص، المقوية العضلية، حتى نعرف إذا في عندنا ولا ما في. تمام. بنقيم، نفحص المنعكسات، نفحص. قبل الفحص يا دكتور مصطفى، تمام حكيم، تمام. اعراض عضليه هيكليه، شو اعراض عضليه هيكليه؟ شو بيشكل الأهم المرضى المفاصل؟ الألم هذا أهم. الم المفاصل والم العضلات. ألم العضلات، تمام، هذول الاساسيات.
ممكن ألم الظهر كمان نسأل عنه، في عنده ألم ظهر كأنه المريض عانى من ديسك من ديسك هيك بسمع. L4 L5. تمام. طيب الأعراض البولية شو في عنده، أعراض شو بتسأله؟ إذا في حرقة بالبول، تردد أثناء البول، إذا في إلحاح بولي، إذا في بوال ليلي، هذول أهم. ما في عنده شيء، هو طاول موجود عنده سلس البول، عنده بس سلس البول. سلس بس سلس البول البول. تفصيله شوي لسلس البول اللي عنده، مثلا امتى بيجي، هل هو سلس بول جهدي، هل هو سلس هلا بول بعد السعال مثلا. سلس البول مثل ما تفضلت حكيم، له عدة أنماط ولعدة أسباب، أهمها الإنتان، تقدم بالعمر، أمراض الجهاز العصبي، الرضوض، ضخامة البروستات، الجراحة على المنطقة، ممكن السعال المزمن يعملنا كمان سلس بول، ممكن الإمساك يعملنا سلس بول، البداني ممكن تعملنا سلس بول، عند النساء عند خاصة النساء الولودات تمام. ممكن عملنا سلس بول. مريضنا سلس البول اللي عنده متقطع وما له علاقة بأي يعني وضعية معينة أو سعال أو ما عنده جراحة على المنطقة تمام. ما عنده بدانة شديدة. طيب في عنا أسئلة الجهاز الغدي، شو ممكن نسأله؟ أسئلة الجهاز الغدي، أسئلة الجهاز الغدي تمام. ممكن نسأله عن تحمل الحرارة والبرودة، عم يسألك في الجهاز. مشان فرط وقصور نشاط الدرق. في عنده هيك شيء؟ في عنده مثلا ما بيتحمل الحرارة أو ما لا، بيتحمل ما في البرودة، عنده المريض، دائما بنسأله بردان، دائما ماشي. مشوب، عن لا لا الوزن. ما موجود، نشوف زيادة أو نقصان الوزن كمان مشان نفس الموضوع، أو في إذا كان في أورام مثلا خاصة عمره كبير، السواف البول حلو مشان الكلام. الداء السكري. في بوال، في عنده هيك شيء؟ لا 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 يوجد ولا بوال ليلي؟ ولا تمام بول ليلي. تمام شوف يعني أعراض عصبية كمان شباب. الله، الشعرانية ممكن نسأله عنها طبعا، إذا كنا متوجهين مثلا بالنسبة للنساء. بالنسبة للذكور ما في غير تساقط الأشعار، ممكن نسأل عن تساقط الأشعار. طيب ننتقل الآن للسوابق، تفضل دكتور مصطفى، عرض لنا السوابق. الصوابق المرضية: ارتفاع توتر شرياني، توقف التنفس أثناء النوم، سلس البول هذا جديد مو من السوابق بس حطيته ضمن السوابق، الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، فتق النواة اللبية، الصوابق الدوائية: البالوبريك، فلوكسيتين، آسيابرين، لوراسيدون، لينزوبريل، لورازبام عند اللزوم. كانت تفضل حكيم. طب بس بالنسبة للسوابق المرضية، اضطراب الوجداني ثنائي القطب، معناتها هو قديم صح؟ تمام حكيم. اي، معناتها الشكاية اللي كان جاي فيها هي بجوز تكون يعني مثل خلينا نقول هجمة حادة او هيك شيء نوبة، هيك. هو بيجي لأنه اضطراب ثنائي القطب هو يعني بيجي بنوبات، هو تكرر نوبة أو نعم، نوبتين، إحداهما ارتفاع لانه بالمزاج بتكون مع أو بدون اكتئاب. بالبداية يعني كانت الشكاية انه هو جاي باكتئاب وميل للانتحار، فممكن تكون هي نوبة حادة عنده هجمة من الموضوع. اضطراب ثنائي القطب. فهي الحلو، الحلاوة بالقصة انه في عنا يعني شوي المريض عم يعطيك بيوحي لك انه هي مشكلته قديمة وهلا حالة جديدة عنده يعني. لكن طلع عنا بالفحص سلس بولي مثلا، طلع عنا اضطراب في المشية، هذا لازم خلينا نقول يوجهنا انه هي راية حمراء، انه ممكن يكون شيء ثاني. ولو انه المريض عم ياخذ أدوية، أعطينا هيك فكرة عن الأدوية هدول، كل واحد من أين صنف؟ معلش الشباب بعضهم ما بيعرفوا كل الأدوية. الفالبرويك هو مضادات الصرع، الفلوكسيتين مضادات الاكتئاب، الاسيابرين مضاد ساق صفيحات، لينزوبريل الايس، اللورازبام مهدئات. برأيك كل واحد لقينا دواء، بس هيك العلاجات صحيحة مثلا؟ نتأكد دائما نحط، شوف السوابق الدوائية، يعني بتلاقي أحيانا وأنت عم بتحط السوابق الدوائية ولا عم ياخذ المريض حاصر بتا وحاصر كلس، مباشرة بترتكز أنت وبتحاول توقفهم يعني.
فبرأيك هل العلاجات هاي الموجودة متناسبة مع الأمراض اللي عند المريض؟ متناسبة حكيم. يعني الفالبرويك أسيد إيش ليش بنعطى؟ الفالبرويك أسيد غالبا عاطينه مشان موضوع الاضطراب الوجداني، وكذلك يعني بيعالج هاي الحالة؟ بيعالج هاي الحالة؟ حقيقة المفروض لا. طيب الأسبرين ليش؟ الأسبرين ماني شايف في عند المريض داء قلبي أو وعائي محيطي. ونحن بنعطي الأسبرين بشكل وقائي عادة؟ ما في برايمري بريفنشن بالأسبرين. معناته هذا خطأ، هذا كان خطأ أعطاه الأسبرين. الأسبرين ما بنعطى يا جماعة بشكل وقائي أولي، عادة يكون في عندنا مرض قلبي أو وعائي مثبت، يعني جلطة قلبية، جلطة دماغية، عندنا جلطة بالشرايين المحيطية، أو ممكن نعطيه بشكل وقائي بحالات خاصة مثل مثلا السكري بالحمل، ارتفاع الضغط بالحمول التالية، يعني اللي كان عنده ارتفاع ضغط حملي بالحمول التالية بنعطيهم أسبرين، اللي عندهم ارتفاع ضغط هن بالأصل بنعطيهم أسبرين بالحمل لنوقيهم الإسقاطات، عندهم متلازمة الضاد الفوسفوليبيد أو الذئبة الحمامية، هدول نعطيهم أسبرين. بس إنه نعطي أسبرين هيك لكل العالم، وجدوا في دراسة كبيرة ب 2020 تقريبا بدأت أو يعني نشرت، قالوا إنه الأسبرين مضاره على الجهاز الهضمي أكبر من فوائده من الحماية، يعني بدون استطباب عم نحكي، أكبر من فوائده بالوقاية الأولية من الحوادث القلبية. طيب لاحظت أنه عنده توقف التنفس أثناء النوم، هذا ما له علاج؟ علاج دوائي ما في، ولكن ممكن نحط حسب درجته على سباب. على سباب، إذا ما هو علاج دوائي يعني. تمام حكيم، تمام، وليس سباب وليس علاج دوائي. طيب في حد عنده اعتراض على هذا الموضوع؟ طيب نناقشه بعدين هذا الموضوع. طيب كمل بعد ما حكيت عن الأدوية. إذا هاي العلاجات تقريبا يعني عطينه دواء للضغط هو ليزنوبريل، ما بنعرف استشهد ضغطه، احنا كمان بنركز على هذا الموضوع انه هل ضغطه متناسب مع هذا. عمره شد المريض والله 70. 70، هل برأيك الليزنوبريل مناسب لعمره؟ ما في. هل الأفضل إذا بنعطيه أملودبين مثلا حاصرات الكلس؟ شو رأيكم شباب على الشات؟ شو أفضل دواء دائما بعد بهالعمر؟ ليش الأفضل نبتعد عن الحاصرات الأنجيوتنسين؟ الانزيم محول يعني. شباب هذا كتب؟ الو تمام. زياده بقول حاصر كل صعوباته، لكن عبد الهادي يقول مدرات. اين مدرات عبد الهادي؟ يزيديه. تمام. مرضى كبار بالعمر دائما تتدنى الوظيفة الكلوية، حتى لو شفت الكرياتينين طبيعي مثل أي عضو في الجسم بيصير في شيخوخة بالكلية، فممكن يصير في عنا يعني اضطراب بالتصفية الكلوية، فأنت بتحسب التصفية الكلوية تبعا للعمر فممكن تلاقيها منخفضة، فهون الأيس إنهيبيتور ممكن يعني تضر المريض، يفضل الابتعاد عنها وإعطاء حاصرات كلس. أما دواء بعد عمر 65 إنه تعطي حاصر كلس مثل الأملودبين. طبعا لما نحكي حاصرات كلز بالنسبة لخافضات ضغط هي الأملودبين، أما النون ديبريدامول دلتيازم وفيرابميل إحنا هدول يعني ما بنستخدم كخافضات الضغط إنما كاضطرابات النظم. إذا في عنا اكتشفنا عدة أخطاء في معالجة هذا المريض. واحد، دواء الضغط ما لازم يأخذه المريض، الفالبروك أسيد في إشارة استفهام عليه وقد يكون هو السبب الدوخة عنده، الأسبرين ما في داعي له. طيب كمل دكتور مصطفى بعد إذنك. سابقة جراحية، استئصال بروستات عبر الليزر، إصلاح فتق إربي ثنائي، إصلاح الكفة المدورة. طيب
البروستات معناتها في عنده كان بروستات ومستصلة ضخامته بروستات إذا كان عم يأخذ يعني الدواء خلال الفترة الماضية. استفدت سطر كأنه ليثيوم ولا أنا ما انتبهت إنه قلته؟ ما قلت لا حكيم إنه كان عم يتناول الليثيوم، هو هو لاضطراب الوجداني ثنائي القطب المفروض، هو سبب له شوية رعاش، والجابابنتين كمان سبب له رنح. الجابابنتين يا جماعة يعني حاليا أنا ما عم بستخدمه أبدا، في توصيات إنه ما نستخدمه بسبب إنه عم يسوي دوخة كثيرة، وعند المرضى المسنين انتبهوا هاي الدوخة خليهم يسقطوا، من أهم أسباب يعني نسينا ما نحكيها إنه حكينا عن مضادات الاختلاج، هو يعتبر يصنف على مضادات الاختلاج ممكن تسبب رنح فيوقعوا هدول المرضى، ومشكلة وقعت الكبير في العمر مع هشاشة العظام رح تسبب لنا إيش؟ رح تسبب لنا الفستور المختلفة، فممكن يصير عنده كسر عنق فخذ ويكون علاجه صعب ويدخل بصمة رئوية ويموت، اللي بسموه كسر الموت يعني. فالكويس انه وقفهم ولو انه ما عرفنا انه يعني المدى العلاقة مع الاضطراب الرنحي اللي عم بيصير معه اضطراب التوازن. الليثيوم دواء مثل ما قال هو الدواء الرئيسي للاضطرابات الوجدانية، ما كثير عندنا خبرة في العلاج، لكن هذا الدواء من الأدوية اللي بيقولوا انه في له كثير يعني تأثيرات جانبية، مين بيذكر لنا كم تأثير جانبي سيء له وبتداخل كثير مع الأمراض الداخلية، يعني رغم انه هو دواء نفسي وما بنوصفه نحن. عتشات شباب بيل التفيها، برافو عليك، برافو عليكم شباب. حاج في واحد كتب بيل التفيها، البقية ما يكتبوا، كتبوا لي شيء ثاني. لا مانع اذا واحد بحث وجاوب عن طريق البحث. مصطفى انت بحق لك تشارك. حكيم بيعمل رعاش وبيعمل شغله مهمه هي التليف خلف البريتوان. تليف خلف البريتوان ما عندي صراحه. السؤال الليثيوم شو بيسبب؟ شو تأثيراته الجانبية؟ مين كتب؟ حكيم ممكن أحكي يوم المتسكي بيعمل ارتفاع بالبيض، بيعمل بوال وعطاش، بيعمل جفاف في الفم، بيعمل رعاش، بيعمل تخليط ذهني، بيعمل اضطراب بالذاكرة، صداع، ضعف العضلات، اضطراب بالاس اي جي، غثيان وإقياء وإسهال، برافو، ودوار كمان وهايبر ريفلكسيا يا فرط بالمنعكسات. تمام، يعني له أعراض عصبية، له أعراض. نعم. إيش رأيك بأعراضه الهضمية كمان؟ في له أعراض هضمية عديناه هون. تمام. بالنسبة لتداخله مع الدرق، شو رأيك شو بيعمل الدرق؟ الغدة الدرقية يعني مهمة كتير، بتجي بالامتحانات كتير، إنه مريض عنده درقية. مشكلة بيعمل قصور غدة؟ قصور درق، نعم بيعمل قصور درق. شباب ذكروا interstitial nephritis مظبوط، أنا بدور على اللي حكاه هو التليف خلف البريتوان ما لقيته صراحة، ما بعرف متأكد معلومتك دكتور مصطفى؟ وحكيم ايه انه مره كتب بعض المحاضره للدكتور خالد اخصائي الكليه ذكر الموضوع. طيب تمام، ممكن نبحث عنها، يعني مشكور اذا كانت المعلومه صحيحه، لكن يفضل دائما نتاكد منها خاصه المعلومات اللي ان شاء الله. طيب اذا يعني انا اردت افصل بالليثيوم لانه هو دواء يعني مشهور جدا في الامتحانات،
يعني لاحظت دكتور عمر مشكورا حكى التأثيرات الجانبية اللي واحدة من بيناتهم سببت للمريض انه ايقاف الدواء اللي هو الرجفان، صار عنده رعشة بايديه فأفول الدواء كثر ما زعجه، اضطرابات الهضمية، اضطرابات قصور الدرق، فعل كالسيوم، اضطرابات تخطيط القلب، ايضا اضطرابات النظم. فدواء يعني ما هو سهل ابدا، لكن هو دراك اوف تشويز مثل ما قال اضطرابات الوجدانيه. طيب السوابق الجراحيه، عفوا السوابق التحسسية، لا يوجد عنده سوابق تحسسيه المريض، سوابق تفضل حكيم. كنت اسالك السوابق الجراحيه الى دخل شيء ممكن يكون الى دخل في يعني في اعراضه، اين هيك النقشه بس بكلمه واحده؟ ممكن في عندنا جراحة على نفس المنطقة البروستات والفتق الإرادي، ممكن يسمونها سلس بول أو اضطراب بالتبول، مو سلس، اضطراب بالتبول. برافو عليك. إذا شايفين أحيانا ممكن يكون كلوز، يعني ما نروح لبعيد كثير، يكون شغلة بسيطة عند المريض هي مسبب له هاي القصة. بابا اللي بعده، السوابق العائلية، كان عند الأم اكتئاب شديد، عند أحد أبنائه اضطراب ثنائي القطب، السوابق الشخصية، هو مريض كحولي بيشرب مرة شهريا، غير مدخن للتبغ، دخن الماريجونا لكنه أقلع عن تدخين الماريجونا قبل عامين، هو متقاعد، كان مدرس، مطلق، يقيم في دار للمسنين. طيب الكحولية لها علاقة شيء بالأعراض اللي تصير معه؟ ممكن يكون في عنا أعراض كحولية؟ هلا حاليا لا، ولا لا، لأن ليش؟ لأنه الكمية اللي عم يشربها قليلة، ممكن يصير في، إذا كانت كميات كبيرة يصير يكون سبب، أحد أسباب الأعراض العصبية. حتى فرينكي تمام. طيب اذا هلا يا شباب، يعني تقريبا هي نهايه القصه، اخذنا قصه كامله، والان راح يبدا الدكتور مصطفى بالفحص. تفضل دكتور مصطفى. الفحص السريري، درجه الحراره 36 درجه مئويه، ضغطه كان 10 على 6، نبضه 74 مرة بالدقيقة، عدد مرات التنفس 13 مرة، الأكسجين 97 بهواء الغرفة، البي ام اي 28.5. المريض كان على كرسي متحرك متوجه للزمان والمكان، ولكن ردوده بطيئة، الذاكرة كانت سليمة. تمام. نبلش بالفحص السريري. طبعا بعد ما اخذنا القصه السريريه نبدا بالفحص السريري بحثا عن العلامات التي اللي بتساعدنا انه ناكد او ننفي التشخيص اللي ممكن حطيناه ببالنا. الفحص السريري بشكل عام يجرى انه بالتسلسل، التامل، الجس، القرع، الاصغاء، يجب ان نفحص كامل اجهزه الجسم ونركز على الفحص العصبي بما ان الشكوى الحاليه هي شكوى عصبيه. الفحص العصبي في عندنا تسلسل فحص عصبي. قبل الفحص العصبي خلينا نفحص الأعضاء واحد واحد. بالتأمل كان في عنده شيء؟ بالتأمل كان عنده بالوجه، كان عنده نقص تعابير الوجه. برافو. كمان في شيء ثاني؟ في أرقان، في شحوب؟ لا يوجد، لا يوجد حكيم، لا يوجد أرقان، لا يوجد شحوب. في تساقط أشعار معناتها بهذا، مثلا انحراف زاوية الفم؟ لا يوجد مبين عليه هيك شيء؟ ما في شيء. في مثلا ما في تمام. هذا التأمل العام. فحص الصدر في شيء؟ اصغاء الصدر كان صافي متناظر، اصغاء القلب اس 1 اس 2 منتظم، البطن لين، ما في نفخات متنفس، لا يوجد نفخات او اصوات اضافيه. تمام. فحص البطن لين، البطن لين متنفس، لا يوجد ضخامات حشوية. كان في عنا، لا يوجد حبان. كان في عنا مكان العمل الجراحي ثنائي الجانب، الفتق الإيرابي الثنائي اللي عامله المريض. تمام. فحص الأطراف في شيء؟ أنا
فحص الأطراف ما في تشوهات، ما في مضض بفحص المفاصل أو ألم مفصلي، نفى المريض في وزمات الألم. مثلا، لا هذا الشيء يوجد، بيهمنا. لا يوجد وزمات بالأطراف الصفلية ولا النبض أطراف المحيطي الكرالية. موجود؟ النبض هذا المحيطي، موجود. الشرايين المحيطية مشسوسة. تمام، بيهمنا كثير يا شباب يعني اثناء فحص الاطراف حط ايدنا على النبض الكابري، على النبض ظهر القدم، نشوف الاطراف المحيطيه وصلنا للترويه، هيدي كثير مهمه. التعبير اول ما بتسلم على المريض بتحط ايدك على هذا النبض. اذا في فحص الرقبه احيانا ممكن نضيفه، فحص الفم والاذن والحنجره اذا كنا متفضلين وبعياده ومعنا اسعاف، المريض ممكن نفحصه بشكل كامل. الرقبه بنفحص فيها ضخامه العقد الدرقيه، الضخامات اللمفيه، فحص الفم والبلعوم، اللوزات، فحص الأنف، الأذن، إلى آخره. الآن ننتقل للفحص العصبي، تفضل السائد اللي بعده. رحنا الفحص العصبي بده يكون في تسلسل عندي الفحص العصبي. تسلسل فحص عصبي. هو نبدأ من فحص مستوى الوعي. فحص مستوى الوعي ممكن نشوف حاصل جلاسكو للوعي، برافو، اللي هو مكون من نشرحه ثلاث نحكي. شغلات. فتح العينين، الاختصار تمام. فتح العينين، الاستجابة الكلامية والاستجابة الحركية. تمام، كم طلعت مقياس جلاسكو عنده؟ طلع 15 حكيم مقياس جلاسكو عنده، ما كان في عنده تمام أي تمام شيء. الاختبار، فحص الحالة الذهنية، في عندنا اختبار مظبوط، ذهني مختزل، تفضل. هو مجموعة من الأسئلة نسألها للمريض، بنعطيه علامة على كل سؤال، وبالنهاية في سكور بنشوف الحالة الذهنية للمريض. ممكن تذكرون للشباب في الأسئلة اللي بتنسأل؟ الأسئلة بنسأل المريض عن عمره، بنسأله عن تاريخ ولادته، بنسأله عن الوقت، ما بدنا هيك مثلا بالتحديد، يعني أقرب ساعة مثلا واحدة تنتين. بنسأله عن السنة اللي نحن فيها، بنسأله عن اسم المشفى، أنت وين جاي، بأي مشفى حاليا. بنقول له مثلا خليه يتعرف على شخصين موجودين، ممرض، حدا جايبه. بنسأله عن عنوانه، بنسأله مثلا عن تواريخ مهمة مثل الحرب العالمية فرضا، بنسأله عن اسم. يعني مثلا اذا كنت في سوريا بتساله عن الحرب العالميه؟ لا أكيد لا، ايه تمام، بنسأله عن اساله عن تاريخ الثورة السورية. احداث تمام، احداث مهمه جدا يعني بحياتنا تمام، الروتين. خليه يعد عد تنازلي مثلا من 20، 19، 18 للواحد كمان. هاي تمام، الأسئلة. برافو عليك. ممكن نساله عن الذاكره القريبه والبعيده كمان، طبعا الذاكرة إنه ثلاث أنواع، ونعطيه هي ذاكرة مباشرة، هون بنعطيه مثلا 5 كلمات ونخليه يكررون. في عندنا الذاكرة الحديثة، مثلا بنقول له رقم الهاتف، تعرف رقم هاتفك. والذاكرة البعيدة هي عبارة عن تاريخ تمام قديم. تمام طيب نسأله كمان مين رئيس البلد، هي مهمة جدا. مين رئيس البلد؟ كان تعرفه عشان تعرف تصنيفه، بس ما رح نكمل الأسئلة. طيب اللي بعده فحص الوظائف القشرية العليا، شو ممكن نسأل؟ هون نشوف تفكير المريض، العواطف، اللغة اللي عم يحكيها المريض، السلوك اللي جاي فيه المريض، هاي أهم شيء. تمام، يعني مثل وظائف مثلا القشر المخيطي، وظائف اللغة والكتابة، حس السلوك العدواني، هذا لما يكون في عندنا مثلا المريض عنده اضطرابات بالفص الجبهي. تماما. ممكن بعده فحص المشي. فحص المشية، حكيناها انه عندنا عدة انواع من المشيات بداية المحاضرة، الوجيف، المخيخية، مشية داء باركنسون، مشية الشلل الشقي، هاي حكيناها. تمام، إذا المشي بنخلي المريض يمشي قدامنا ونشوفه حركات اليد، ونطلع على هدول الشغلات اللي حكيتهم، إن كانت الطرق على الأرض أو عم يشحط إجره شحط شكل دائرة أو عم يشحط إجرتين وتنتين، فهو عنده شيء من هدول، أو مثلا عنده خطوات قصيرة مثل الباركنسون، عنده شيء من هدول، ما لا أو يوجد. مشيته رنحية مثلا على قاعدة عريضة.
لا يوجد حكيم. لك ايش اضطراب المشي اللي عنده؟ اضطراب مشي هو تردد ببداية المشي مع رنح خفيف، ليست مشي مثلا مثل مشي المخيخية على قاعدة واسعة مع رنح مترنح بشدة. تمام. طيب فحص الكلام، شو ممكن نسأله فحص الكلام؟ بنخليه يحكي المريض، بنشوف اضطراب النطق انه في عنده رتة مثلا ولا ما في رتة. نطلب من المريض انه يكرر الجمل، نطلب من المريض انه يعد مثلا من الواحد للثلاثين، نطلب من خليه يحكي بشكل عفوي مشان نشوف انه اذا في عنده حبسات، سواء حبسة تعبيرية او حبسة استقبالية او حبسة نقلية او حبسة شاملة. طبعا كل وحدة لها طريقة لتمييزها عن الثانية. ايه قصدي شو بتسألهم؟ هي الأسئلة فحص الكلام شو بيصيروا؟ بنصغي لكلام المريض حكي، بنصغي أول شيء لكلام المريض العفوي، بنشوف طريقة كلامه، هل في رتة ولا ما في رتة، هدول هل في اضطراب بالتصويت، يعني مشكلة مثلا في الحنجرة أو في عسر التصويت. يعني قصدي انت بتسأله يكرر كلام قدامك، يعني هو هاي فحص الكلام، يا اما يعني هو عم بيحكي معك انت ببين عليك انه عنده حبس ما بيحسن يحكي، او عنده كلمات مستحدثه مثلا، او مثلا عم بيحكي وبيدغم بالكلام، او ممكن يكون عنده بحة صوت كمان يعني بنشوفها، يعني اضطرابات العصب الحنجري مثلا، او عنده مثلا دغم ببعض الكلمات او كلمات غير مفهومه مثلا. اذا يعني هاي الفحص الكلام احيانا ممكن تقول له انه كرر الكلام التالي وراي، مثلا ليس كل ما يلمع ذهبا مثلا، بيكرره قدامك، وبنفس الوقت يعني بتقول له ايش فهمت من الشيء الكلام اللي حكيته معك، كان تفهم انه هو عم يفهم الحكي، كان الفهم يعني الاستقبال والفهم، او ارفع ايدك مثلا، هو يعني سمعك وفهم ونفذ الامر. ممكن تقول له كمان الاحرف اللثويه هيدي، لا يلدغ المرء من جحره مرتين، هي لازم يكررها قدامك بشكل واضح وسليم، يعني بلغة سليمة. هي بالنسبة لفحص الكلام. ننتقل لفحص الجهاز الحركي. طبعا ما طلع في عنا شيء بفحص الكلام لحد الله. ما يا يوجد. جماعة المريض وعيه كويس، حالته الذهنية جيدة، ما هيك دكتور مصطفى؟ المشي شوي رناحية، فحص الكلام كويس صحيح؟ مصطفى بتسمعنا؟ اه مصطفى طلع كان. ايه كمل دكتور، فحص الجهاز الحركي. بدنا نفحص، بنفحص نتأمل العضلات، بنقيم المقوية العضلية، بنفحص المنعكسات، بنفحص القوة والحركة، وبنفحص التنسيق الحركي. طيب شلون نفحص القوة؟ هلا في عنا قوة المقوية وفي قوة القوة العضلية. في عنا بدنا نبلش طرف علوي وطرف سفلي. الطرف العلوي بنمسك ايد المريض مثل كأنه عم نصافحه، وبنحط ايدنا الثانية على مرفق المريض بايدنا الثانية، بعدين بندور ساعد المريض عطف او بسط من عند الرسغ، من عند المرفق، من عند الكتف. هاي الطرف العلوي بنشوف مقوية العضلية. الطرف السفلي من تدوير الساق من جهة لأخرى، ونتحرى عن إذا في رمع بالركبة، نتحرى عن الرمع بالكاحل. الله هو يعني يعني القوة باختصار هو القوة الفاعلة، يعني المريض لازم يظهر لك قوته، يرفع ايده عكس الجاذبية، المقوية بيرخي حاله وانت بتحرك ايده، أنت بتحرك إيدك. المنفعلة، الحركة المنفعلة. عشان نشوف اذا في عندنا ريجيديتي، عنده صلابة المريض، عنده مثلا علامة الدولاب المسنن، علامة الموس الكباس، هل موجود عنده شيء قوة ضعيفة مثلا عند المريض؟ لا يوجد. مقويته شلون وضعه؟ في رخاوة، في لا صلابة. لا يوجد الحكيم، مقوية طبيعية والقوة العضلية. فينا نقول القوة العضلية أربع، يعني أربع، أنه تقدم بالعمر وليست مرضية. تمام. طيب المنعكسات شو وضع عند المريض؟
شو في عندنا منعكسات نحن نفحصهم عادة؟ في منعكسات سطحية ومنعكسات عميقة. شو هي المنعكسات العميقة؟ منعكسات بنفحصها. ايه شو هن المنعكسات اللي بنفحصهم؟ في عندنا المنعكسات البطنية، ومنعكسات المنعكس أو الاستجابة الأخمصية. منعكسات يعني المنعكسات العميقة شو هن؟ هدول سطحية. المعكس البطني والمعكس الأخمصي هي السطحية، العميقة تمام. شو هي؟ الضاغصي، وتر أشيل، مثلثة الرؤوس وذات الرأسين، هذول أهم المنعكسات. ضاغصي تمام، مثلث رأسية الرؤوس وثنائية الرؤوس، في العضدية الكعبرية كمان، هي وفي عنا وفي وتر عنا ايش أشيل. وتر أشيل. برافو عليك. إذا عندنا خمس منعكسات رئيسية عميقة. المنعكسات السطحية هي اثنين، المنعكسات البطنية ومنعكس الأخمص. شو وضع المنعكسات عندها؟ المنعكسات الطبيعية طبعا نحن بنسجله، انه اذا كان منعكس مشتد زائد مثلا، انه حسب شد اشتداده، ومنعكس ضعيف او منعكس طبيعي او منعكس غائب، هيك نحن بنسجل المنعكسات. منعكسات كانت عندنا طبيعية. أحيانا منعكس مشتد مع رمع، يعني منعكس الإجرة بترمع مع الاشتداد المنعكس، هذا بكون شديد جدا يعني، زائد 4 بنسميه. طيب ننتقل بعد الفحص الجهاز الحسي، شوف أنواع الإحساس اللي ممكن عفوا التنسيق. لسه في عندنا التنسيق والجهاز الحركي. شو يعني فحص التنسيق؟ هو توازن. فحص التوازن، نطلب من المريض تنسيق الوظائف المخيخية المقصود فيه. نعمل تمام. اختبار رومبرينج، اختبار اصبع انف، فحص عقب ساق، وفحص الحركات المتبادلة السريعة. تمام. كمان شو في عنا؟ عندنا الفحص الحسي يا أستاذ حكيم، ولا بفحص لا لا، فحص التنسيق؟ التنسيق يعني حركات المتبادلة، إصبع أنف، شو كمان في عنا؟ ورومبرج، رومبرينج، والحركة، وعقب ساق. عقب ساق. برافو عليك، هذول هن بشكل أساسي. طبعا يعني الرومبرج بدنا يخلي يثبت المريض، يوقف على إجريه، يضب إجريه من تحت، يكون واقف، مد إيديه لقدام. أول شيء نشوفه بفتح العينين، بعدها يغلق عينيه. إذا ترنح وهو فاتح عينيه معناتها هذا المشكلة مخيخية، إذا ترنح هو مغمض عينيه معناتها المشكلة بالحبل الخلفي. هل صار عنده أي نوع من أنواع اضطراب التوازن، اضطراب التنسيق؟ ما صار في عنده المريض أي أبدا، اضطراب. إذا ما عنده مشكلة بالتنسيق والتوازن. فحص الجهاز الحسي، شو أنواع الإحساسات اللي بنبحث عن المريض؟ نبحث عن اللمس السطحي والألم السطحي والألم العميق، إحساس الحرارة، البرودة، الاهتزاز، حس التجسيم، حس الكتابة، هذول أهم اللي بدنا نبحث عنهم. طيب شو حس الكتابة؟ شو رح نعرف حس الكتابة؟ حس الكتابة إنه أنا بكتب على إيد المريض، يعني مثلا حرف إيه هو أو مفتح عينيه؟ هو لا. مفتح طبعا عينيه ولا هو هو مغمض. مغمض؟ لا، هو مغمض عينه طبعا. طيب ما بتكتب حرف، بتكتب رقم، رقم لأنه أو ما رقم. ممكن يكون الإنسان أمي بيعرف الأرقام، تمام. فرقم أفضل. وهو مغمض عينيه عشان نشوف هل حس التجسيم، هذا بسموه، أو حس الكتابة عفوا. حس حس الترسيم الكتابة، شو هو؟ حس حس الترسيم الترسيم. كمان هو المفروض يكون مطلق العينين او مغلق العينين، وبحط له اشياء مألوفة مثل مثلا مفتاح بايده انه بده يميزه ولا لا، الداحة مفتاح مثلا أو قلم، او مفتاح أو قلم. قلم. تمام. طيب حكيت عن الفحص الحس، اللمس، شو بنفحص حس اللمس؟ حس اللمس، في عندنا لمس سطحي حكيم، وفي عندنا لمس سطحي بنطلب من المريض انه ينظر للجهه الثانيه، وانا بقطني مثلا غمض بحط عينيه، ليش لا ينظر للجهة الثانية؟ غمض عينيه، بغمض عينيه، وبقطني مثلا بلمس قطني. المريض نعم. لا يخبرني انه وين عم المس انا، انه هل هو بالساق، بالانسي، بالوحشي. طبعا والمريض ما رح لنا انسي وحشي، بس بيحدد لنا المكان. تمام، انت بس تتحرى حس اللمس، يعني انه عم تحس هيك. نعم. شو نوع الاحساس؟ ضروري نفحص حس الاحساس، لانه في عندنا الحس اللمس بالقطنه، وكمان ممكن في ايش؟ في الابره. طبعا مو الابره، الابره تبعت بالإبرة، المطرقه،
إبرة المطرقة يعني نفسها في إبرة قليلة يعني، إنه شفت البعض عم يفحص بالسرنج إبرة السرنجات، هيدي مؤلمة وممكن تعمل جروح يعني، وحتى ممكن تنقل الإنسانات. فانتبهوا عليها يا شباب، الإبرة تبعيت المطرقة هي إبرة قليلة شوي، تعطي شعور بالألم والوخز لكن ما بتأذي المريض. فأرجوكم ما حدا يفحص بالإبرة السرنج، إذا نفحص حس الألم وحس حس اللمس. طبعا ممكن نفحص حس التمييز بين النقطتين بالفرجار، نشوف أقل نقطتين بحس فيهم المريض. الحس الألم والحرارة والبرودة شو نستخدم لهم؟ نستعمل جسم معدني بارد مثل مثلا المطرقة نفسها أو الشوكة، إذا في عندنا شوكة رنانة ونطلب منه يحدد انه هي ساخن او بارد، وممكن نستعمل انابيب ماء تكون حاره او بارده. تمام، يعني مو تكون غاليه نار، يكون بس يعني مجرد انه يعني ساخنه او بارده او البروده. طيب حكيت على حس الاهتزاز، بايش نفحص حس الاهتزاز؟ نفحصه بالشوكه الرنانه. الشوكه الرنانه بتعرف شد قياسها؟ أذكر 130 128 128. نعم. طيب ننتقل لفحص الأعصاب القحفية، كم أعصاب عندنا؟ عندنا 12 عصب بدنا نفحصهم. طيب 12 عصب، بعد إذنك راح أخلي الشباب يعني يسألونا. يلا مين بيفتح الميكروفون وبيسألنا، بيطلب المريض يفحص العصب الأول. يلا يا دكتور افتحي الميكروفون. ما دخل. طيب يلا يا دكتور سرحان. معك حكيم. يلا ايش هو العصب الاول؟ العصب الشمي. شو بنفحصه؟ شكلك رايح الشم نعم، شكلك رايح الشم عندك، الله يستر. نعم. طيب. بقطن يا حكيم في ريحه مألوفه يعني اذا كان عم يشم ولا لا. تمام، دائما نفحص كل منخر لحاله شباب. تمام نعم، كل منخر لوحده. منخر نخلي المريض يطبق عينيه، يعني لازم ما يشوف المريض ايش عم نفحصه، بنشمم رائحة مألوفة مثل ما قلت، مثلا ريحة برتقال، قهوة، هالشيء المتوفر بين ايدينا ريحة واخذة، ولازم يعني يعرف الريحة، وبنرجع نفحص المنخار الثاني. وين بنشوف اضطرابات حس الشم دكتور سرحان؟ هلا مثل رشح يعني اذا كان مرض بالانف. تمام، حاليا الكورونا. كورونا نعم، الكورونا. تمام، غيره شو في عندنا كمان؟ اذا كان في رض الانف يعني ردود الانف ممكن. نعم ممكن. اكثر يعني اكثر فص يعني بترافق مع حس اضطراب حس الشم او انعدام حس الشم ترى انه هو الصدغي. نعم لا خطا، مو الصدغي، الفص الجبهي مثل ما قال الدكتور زياد، الفص الجبهي والمسؤول عن حاسه الشم. طيب يلا يا مين دور مين؟ ما بدي خجل شباب، الله يرضى عليكم. يلا يا دكتور رأفت تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. العصب الثاني شو هو العصب الثاني؟ العصب الثاني العصب البصري. العصب البصري، شو بنفحص فيه العصب البصري؟ أول شيء ممكن يكون للمريض أنه يقرأ إذا في عندنا لوحة موجودة أو تمام. أي لوحة اسمها سنيل، هيدا لوحة سنيل اللي فيها الإي على اليمين أو على اليسار. تماما. كمان ممكن نعمل هذا بسموه حدة الرؤية، نشوف حدة الرؤية. إذا أنت ما عندك لوحة سنيل ممكن تبعد عن المريض متر تقريبا وتطلب منه يعني يقرأ الأرقام على إيدك. غيره؟ اختبار الأصبع حكيم، خليه يثبت نظره بشكل مستقيم ونحن كله يشوف الأصبع مثلا يمين يسار أعلى أسفل. لا هيدا أخي هي مي هي حركات العين، العصب البصري ما فيه حركات عين. غيره؟
هود الفحصين يعني حسب البصر. طيب راح أساعدك أنا، فحص الألوان هذا مهم جدا، فحص العصب البصري، تمييز الألوان نعطي أكثر من لون بيميزون، وفحص الحقل البصري. الحقل البصري بتدخل كثير بالعصب البصري، آفات العصب البصري يعني تفرعاته، وممكن يكون مثلا بالتشعع البصري، ممكن يكون باتصال بالبصري، ممكن يكون العصب البصري قبل التفرع. فبنشوف الحقل البصري، تقدر تشرح لي شلون نفحص الحقل البصري او الساحه البصريه مثل ما كتبوا الشباب؟ طيب اهم شيء تكون بمواجهه المريض، اهم شيء تكون بمواجهه المريض، وتحط ايديك التنتين، اصابعك التنتين امامك. ما بعرف، احاول افتح الكاميرا. ظهرت الكاميرا عندكم شباب؟ يا حكيم ظهرت. مش انا ما ظهرت عندي. تمام. طيب بس ثانيه شوي. نثبت هذا ونثبت. طيب هلا نحن في عنا الأصبع، الأصبع اللي نستخدمه بالحقل البصري نفسه، ممكن نكون بمواجهة المريض ونحط أصبعتنا بجانب نحن نشوفه كفاحص. أنا لازم أشوفه، يعني لازم نعمل أصبع هيك بهي الطريقة، بضبط بأخذها على اليمين، على اليمين أبطل أنا أشوفها، أنا كفاحص أبطل أشوفها، برجعها للمكان اللي أنا بشوفه. مثلا صرت أشوفها هون، بعمل بحرك إصبعتي، فبسأل مازال أنا عم بشوف، لازم المريض اللي قدامي يشوف. الحقل البصري نحن اثنينات لقيت بعضنا، معناتها الحقل البصري تبعي مثل الحقل البصري تبعه. فببدأ من الأعلى، بعمل أصابع هيك، من الأسفل يمين أو يسار، ممكن بشكل صليب أو ممكن بشكل حرف H. لازم أنا أشوف وهو يشوف. في حال ما شاف في أحد هاي الجهات، أنا مسجل إنه عنده ممكن عمى شقي بأحد يعني أحد الجهات. هيدا باختصار فحص الحقل البصري. طبعا بالنسبة للعصب البصري يعني الأمور المهمة اللي بنفحصها، وفحص المطابقة اللي كمان بنقرب إصبعتنا من أنف المريض، ولحديت ما يلحق إصبعتنا لحديت ما يصير عيني جنب بعضهم. وفي عنا فحص تنظير قعر العين، هذا يعتبر من فحص العصب البصري، لأنه ممكن يكون في عنا وزمة حالين عصب بصري اللي بتترافق كثير مع الأمراض العصبية. في عنده شيء مشكلة حد هلأ بالعصاب دكتور مصطفى، العصب الأول أو الثاني؟ لا يوجد حكيم، لا يوجد عنده أي مشكلة. تمام، تم تنظير قعر العين، كان طبيعي ما هيك؟ كان طبيعي، كان طبيعي. طيب يلا يا دكتور عبادة، عندك فحص العصب الثالث والرابع والسادس، هذول بيجوا مع بعضهم باكج واحد. كم نفحصهم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. حكيم، هذول الأعصاب مسؤولين عن حركات العين الخارجية. برافو عليك. كم نفحصهم؟ نفحص بالنسبة للعصب الثالث مسؤول عن كل عضلات العين ما عدا المنحرف العلوي والمستقيم الوحشي. نخلي المريض ينظر إذا نفحص المستقيم الأنسي، ينظر نحو الأنسي. تمام، يعني حركات العين خلينا نقول من خبي عين ونفحص كل عين لحالة. تمام، لفوق لتحت يمين ويسار ببساطة، ومنشوف إذا في تحدد
أي نوع من أنواع الحركات. طبعاً منطلع بطريقنا على الحدقات، أن الحدقات تتأثر كثير بشلول العصب، مثلاً شلول العصب الثالث تتوسع الحدقة، ونشوف إذا في عنا أطراق. هي بالتأمل بفحص العصب الثالث والرابع السادس. إذا تأمل الأجفان، تأمل الحدقات، ويعني فحص حركات العين. طيب في عنا، شكراً دكتور عبادة. يلا يا عبد الهادي. طبعاً أنا يعني بختار بالترتيب. العصب الخامس. تمام. شو نفحص العصب الخامس؟ أولاً نفس المثلث. عبد الهادي سكرت أنت الميكروفون، رجع افتحه. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. حكيم، أول شيء الحركة للعضلة المضغة، خليك يكز على أسنانه. أيوة، وين بنحط إيدينا؟ وشوف تقلص العضلة المضغة. وين بنحط؟ عند زاوية الستة الخلفية تقريبا. تمام، إيدنا على العضلة المضغة وإيدنا على العضلة الصبغية. ويكز المريض على أسنانه ونشوف إذا فيه قوة كافية. تمام، هاي القوة. والإحساس بالوجه، بالمناطق الإحساس بالوجه. أين مناطق؟ الوجنتين، الفك العلوي والفك السفلي والجبهة. برافو عليك. طيب، وشوفي عنا كمان شغلتين منعكسين مهمات العصب الخامس. المنعكس القرني والمنعكس الفكي. منعكس القرني ومنعكس الزقني، رئيس الفكي الزقني. زقني. تمام، المنعكس القرني شو بنفحصه دكتور عبد الهادي؟ وين هربت؟ حكيم قطني بنحطه على تمام. اي لا موجود. بحط المحطة وتقوم تغمض على القرنية، حافظ القرنية على الصلبة، نحطها على الصلبة يعني من نبه، فبنلاقي انه رمشت العين. تمام، المعكس الزقني وين نحطه او ايش نستخدم نفحصه؟ ما عندي فكرة حكيمة. مصطفى شو من هذا؟ بنخلي المريض يفتح تمه بشكل بسيط ورخو، بنحط السبابة على الخط الناصف بين الشفة السفلية والذقن، بنقرع على الإصبع السبابة اللي حطيتها أنا بالمطرقة، بنلاحظ انغلاق انعكاسي بالفك. تمام، هيك تكون الاستجابة طبيعية. تمام. طيب سؤال ضل شي عنا بالعصب المثلث التوائي؟ نعم. في حس اللمس المفروض بالثلثين الاماميين للسان نفحصه بخافض لسان. برافو عليك. اذا حس اللمس بالثلثين، لمسها انتبهوا، اللمس وليس الذوق. هذا راح نشوف مين الذوق. اذا حس اللمس بالثلثين الاماميين للسان. طيب ننتقل الان نحن السادس، اخذناه مع الثالث والرابع والسادس، صرنا بالسابع. صرنا بالسابع هلا حاليا. فيلا يا عبد الحميد عبد الله، شو نفحص العصب السابع؟ في شيء بس العصب الخامس دكتور؟ لا يوجد حكي، لا يوجد عند المريض اي اضطراب. تمام دكتورنا معك. يلا فحصنا العصب السابع. دكتورنا نفحص عضلات الوجه التعبيريه. تمام، شلون نفحصهم؟ نطلب من المريض يكشر، يغمض عينه بشكل يعني شديد، انه شيء يغمض عينه، شيء انه الحاجب يعني ينزل، نشوف على الدويري العينيه، نشوف عضلات الوجه التعبيري، يضحك يكشر. ايه تمام، انا بس ملاحظه عمليه، لا تقول للمريض اضحك وكشر، فرجيني سنينك. خلاص فرجيني سنينك. غيره. تمام، نفحص حس الذوق بالثلثين الاماميه لللسان. برافو عليك.
كمان نقول له للمريض ينفخ ينفخ ينفخ. دائما هاي الحركات بتمثلها قدام المريض مشان يشوفها. احيانا بتقول له ينفخ ما يفهم عليك، فانفخ انت تمك بيفرجيك هو تمه. تمام. اذا نحط الزوق بالسلسين الاماميه للسان. نعم. فرجينا فتح عيونه يسكر عيونه، فرجينا تمه، فرجينا سنينه عفوا، وينفخ بطنه. طيب شكرا لك. في شيء بالعصب السابع دكتور مصطفى؟ لا لا يوجد حكيم، ما عنده اضطراب للمريض. طيب عمر، عمر هلال. نعم حكيم معك. عندنا العصب الثامن، شو بنفحص العصب الثامن؟ نعم الثامن الدهليزي القوقع حكيم. بداية نفحص السمع. تمام. في شيء اسمه السمع؟ الهمس، ممكن نوقف وراء المريض ونهمس كلمات معينة ونخلي المريض يردد، إذا ردد معناته سمع جيد. تمام. طيب في ملاحظة عملية، أنت بتحط تحط إذنك على إيدك عفوا على دان المريض الثانية، تمام؟ نعم. يعني وبتفرك هيك الزنمة تبعيته، زنمة الأذن. ليش؟ مشان تعمل له تشويش. تختبر كل أذن لحال، تهمس بدانه وبتبعد عنه مسافة يعني ال 150 سنتي تقريبا، مسافة الذراع يعني، مشان تشوف هل عم يسمعك من بعيد ومن قريب، مع إشو تشويش بالأذن الأخرى. تمام؟ خلصنا من فحص السمع. هل في عنده نقص سمع دكتور مصطفى؟ لا يوجد حكيم، لا يوجد نقص سمع المريض. طيب بعدها شو بنفحص دكتور عمر؟ بنشوف الرقرقة. الرقرقة، برافو عليك، فحص الرقرقة. ممكن احيانا على فكره فحص الرقرقة ونحن عم نفحص حركات العين بيبين معنا، لكن لا. يعني هو تابع للعصب الثامن، برافو عليك. رقرقة بنشوفها اذا افقيه او عموديه. نعم. طيب بعدها ممكن نعمل اختبار رومبرغ. رومبرغ بفحص التوازن كان. بس حكيم سألت سؤال، برومبرغ هل بيكون الفحص إيجابي إذا المشكلة مخيخية ولا لا الفحص سلبي؟ تمام. هلا أنت ممكن تقول رومبرغ إيجابي بفتح العينين أو رومبرغ إيجابي بأغماض العينين. إذا كان بفتح العينين فهو مخيخي، إذا كان بأغماض العينين فهو الحبل الخلفي. هيك بالضبط. طيب ايمت بيكون مشكله دهليزيه؟ لا هي ولا هي، رومبرغ سلبي بيكون فيها. ايوه. طيب شو هي فحوصات ثانيه بالفحص الثامن؟ في الحرور احط مي دافئه ضمن الاذن ومي بارده ضمن الاذن. لا هي ما من فحوص العصب الثامن. ما بعرف هذول اللي عندي. فحص الرنانات شو رايك؟ لكن أشوف نقل بالطريق الهوائي وبالطريق العظمي. طبعا لازم يكون الطريق الهوائي أفضل من الطريق العظمي. هذا الشيء طبيعي عند المريض الطبيعي، الطريق الهوائي أقوى من الطريق العظمي. طيب شو الاختبارات؟ شو أسماءهم تتذكر؟ ويبر و وريني. طيب ويبر. نعم. وين منحطه لويبر؟ على الخط الناصف. برافو عليك. رنانة احنا هونيك اخترنا 128، هون لازم اكتر 512. تمام. ايوه. طيب اذا ويبر منحطه على الوبر، فظوه ويبر منحطه على الوبر يعني على شعر المريض، وريني منحطه على داني. تمام. يعني نحطه خلف الأذن أول شيء، ريني نهز الهزازة الرنانة، نحطها على العظم الخشاع، نشوف النقل العظمي. بعدها لما بيخلص النقل العظمي نحطه جنب الأذن مشان نشوف النقل الهوائي. الوبر نحطه على منتصف الجبهة يعني على الوبر على شعره، ومنشوف النقل يعني بالأذنين، هلا بيوصل للأذنين نقل عظمي. الشيء الطبيعي انه يكون النقل الهوائي اكثر من العظمي، يعني احنا لما نحط الرنانه وراء الخشاء
ننقله للأذن بعد ما يخلص الاهتزاز، نرجع نستمر في سماع الصوت، فهذا شيء طبيعي. لكن لما بيكون في عنا مشكلة نقلية فبيكون النقل العظمي أكثر من الهوائي، يعني مشكلة نقص سمع نقلي. أما يكون نقص سمع الحسي العصبي بيضل بيستمر النقل الهوائي أكثر من العظمي، لكن باختبار ويبر بنسمع الصوت بالأذن يعني الطبيعية. الأذن الثانية إذا ما سمعنا فيها الصوت الرنانة فهي بتكون متأثرة بالنقص السمع الحسي العصبي. هرسل لكم صورة هيك يعني تفهموا الموضوع بشكل صحيح. طيب شكرا دكتور عمر. ننتقل لفحص العصب. فيه شيء العصب الثامن دكتور مصطفى؟ لا يوجد حكيم، لا يوجد أي اضطراب. طيب ليش هيك غادروا الشباب؟ طيب مين دكتور زياد؟ فحصنا العصب التاسع والعاشر والإحداش. يلا هيدي جائزة لك لأنه اليوم أخذت على علامة. دكتور زياد كتبت شات. دكتور زياد عندي ضيوف. طيب محمد عبد الله تفضل يا محمد. دكتور محمد كمان عندك ضيوف؟ طيب نرجع ل طيب دكتور مصطفى انت يلا تفضل. تمام حكيم. العصب التاسع العصب بالعوم اللساني، العاشر المبهم، الإحداش والعصب اللاحق. التاسع و12 تحت اللساني. تمام. نبلش بالعصب التاسع. منتحرى كلام المريض مشان اذا في ركتة او خلل تصويت، بنقول خلي المريض يلفظ كلمة مشان نشوف حركة الحنك واللهات. طبعا نكون احنا معنا مصباح مشان نشوف الحركة. نطلب المريض السعال مشان نقيم ومنعكس الغثيان كمان منشوفه. فحص العصب اللاحق او الإحداش. نوقف ما بين المريض نفحص نتأمل عضلتين القطرائيتين إذا في ضمور أو في عنا أي تشوه فيهم. نطلب من المريض رفع الكتفين للأعلى ونحن نضغط على الكتفين مشان نشوف قوة العضلية. تحت اللساني نطلب من المريض فتح الفم منشوف اللسان إذا في ضمور أو ما في ضمور، إذا في تقلصات عنا حزمية أو حركات لا إرادية. نطلب من المريض أنه يحرك لسانه من جهة للتانية. هذول أهم شيء بالفحص العصاب التاسع العاشر الإحداش 12. برافو عليك. فيهم أي مشكلة هذول الأعصاب؟ ما في عند المريض أي مشكلة. طيب أنا لاحظت من خلال يعني الفحص كأنه المريض ما عنده أي مشكلة، أي مشكلة عصبية بالأعصاب القحفية، ولا فحص بالكلام، ولا فحص الجهاز الحركي، ولا الحسي. عندنا كان اضطراب مشي مشي والسلس البولي. طيب الخطوة الثانية تفضل، شو لازم نعمل الآن بعد ما حطينا الفحص؟ بعد فحص الأعصاب لسه في فحص الأعصاب المحيطية. أعصاب محيطية إذا كان في عنا خدر أو نمل ممكن نفحصهم، ممكن الأعصاب المحيطية ما نفحصهم إذا ما في عنا يعني خدر أو نمل، أو مثلا في عنا مثلا هبوط يد هبوط قدم ما في داعي لفحصهم. هو عبارة عن فحص يعني الحس والحركة يعني بشكل أساس. طيب نحط تشخيص تفريقي يا شباب. يلا كل واحد يحط لنا تشخيص تفريقي على الشات قبل ما يعرض. طوفة لا تعرض. باركنسون واحد. طبعا كل واحد يحط تشخيص تفريقي بده يدافع عن تشخيصه التفريقي، يدافع أو يعني هذا ما ضروري يدافع يعني يدافع دفاع مستميت.
يقول مثلا هيدي مع او هيدي ضد مثلا. نزف دماغي مثلا يعني ستروك. وين مشكلة؟ ما في مشكلة. غيره أديم. دكتور عبد الحميد كتب أديم، مسجلك يا ما في مشكلة. غيره عتاهة جبهية، نشبة، باركنسون. محمد عبد الله كتب نشبة إخبارية. عتا يلا يا شباب. نوبة صنع جزئي ممكن؟ نسجل لك يا ما في مشكلة. فقر دم كبير الخلايا، اكتئاب وصعوبة مشي، بيعمل مزاج مكتئب، اعتلال تحت حاد للنقاع، يعني هذا بسياق فقر الدم العرطل. ممكن نسجل لك إياها. خلل الأداء، زهايمر، قصور الدرق. طيب طيب دكتور مصطفى، رحنا على الصفحة، بتعرف تستخدم القلم؟ كونك انت بتعرف تستخدم القلم بالبوربوينت؟ لا والله يا حكيم. طيب ما الماوس ما مبينة معك؟ لا مبينة بس في قلم في هذا، ممكن نشخوي طالع. على كل حال الشباب ذكروا السكتة الدماغية، قصور الدرق، باركنسون. واحد من الشباب كتب اللا أدائية، عسر الأدائية، ممكن تدخل باضطرابات الحركة. الإصابات الدماغية الوعائية هي الجلطات الدماغية، كمان ذكروها. العتاهة بأنواع الزهايمر أو أجسام لوي. الخرف الجبهي الصدغي يمكن في واحد ذكره. السفلس العصبي ما حدا ذكره، يعني ما بلومكم، ممكن يكون هذا. في استسقاء دماغ سوي، التوتر ما حدا ذكره. هلا ذكروا الشباب إضافي، مثلا ذكروا ألام الليف العضلي، ذكروا الاكتئاب، ذكروا فقر دم كبير خلايا كمان جيد جدا، ذكروا أديم. الله بالنسبة لأديم عبد الحميد، إيشو يعني إيش خلاك تشك بالأديم مثلا؟ خلينا يعني نفصل دكتورنا. إيش هذا الأديم دكتورنا، هي متلازمة حكيم آدمز هي نفسها استسقاء دماغ سوي توتر، بيجي المريض بعته ومشي راني حي. عفوا انت يعني انت سكولي. نفسه انت ما قصدك اديم، في مرض لا. اسمه اديم، لا متلازمه حكيم ادمز قصدي، ادمز سيندروم هيك اسمه، ايه سيندروم، ايوه ادمز، حكيم ادمز سيندروم، هي نفسها اعتلال او استسقاء دماغ سوي التوتر. استسقاء دماغ سوي التوتر بالضبط. طيب يعني أنا يعني أول مرة بسمع فيه صراحة، يعني متلازمة أدم. حدا عنده فكرة يا شباب نفس الاسم ولا والله حكيم حقيقة أول مرة بسمع فيها كمان إنه في إلى هذا الاسم. ستوك أدمز سيندروم، هيدا غير هي قلبية ستوكس أدمز سيندروم، ما في شيء اسمه أدمز سيندروم دكتور عبد الحميد. طيب خلينا نمحي لك اياها، ما هي مشكله، نكتب لك استسقاء دماغي سوي توتر. يعني تفكيرك صحيح بس ما بعرف اذا يعني هو نفسه، ما انا بحس الله بصعب ما لقيت هذا هي التسميه. طيب تماما. اذا اللي حكى سكته دماغيه، تفضل دافع عن نفسك، دافع عن نفسك او يعني انفي شو اللي معه وشو اللي ضده. مين أول واحد حكى؟ تعالوا نشوف. دكتور زياد غالبا. دكتور محمد عبد الله، تفضل يا محمد، أنت صاحب الفكرة الآدم. محمد ما بتسن تحكي كأنه؟
لا محمد غير عبد الحميد، طيب مين كتب نشبة دماغية؟ نعم دكتور، أنا عبد الحميد، ذكرت اسم محمد، أنت ما عبد الحميد؟ إيه مين الله أبي يحكي؟ أنا عبد الحميد. إيه ذكرت أنت النشبة بين إيه. الأسباب؟ دكتور أنا حكيم آدمز، وموجودة هي على جوجل، تحسن تكتب بطلع لك سواء بإنجليزي أو بالعربي، هي نفس السقادة ما سويت. طيب تمام خلينا بس نركز. الدكتورة بدرية ما بتحسن تحكي، عبادة أنت كتبت النشبة، شو اللي معه شو اللي ضده؟ أنا بريدكم كلكم يعني تشاركوا يا شباب، الله يرضى عليكم، يعني خصصوا هالساعة، معلش لو يعني في عندكم ضيوف عندكم كذا، هالساعة خصصوها للمشاركة، بتستفيدوا أنتم ونستفيد كلاتنا من النقاش، يعني مثل ما بيقولوا نفيد بعضنا. عبادة ما بتحسن تحكي كمان؟ ما مشكلة، حتى لو ما عندك دفاع قول أكتفي بهذا. دكتور عفوا، في قصة ارتفاع ضغط، يعني هي من مدعمات احتمال النشب الدماغي. تمام شكرا دكتور طاهر. يعني السؤال انه شو هي الاعراض اللي بتترافق مع يعني السكتة الدماغية عند هذا المريض؟ المريض كان عنده اضطراب بالمشية، رنا حفوي سلس بولي، هل هي من اعراض النشب الدماغية عادة؟ هلا اضطراب المشي ممكن نتيجة احتشاءات، يعني احتشاء قديم، نعم، لأنه كان عنده رنين مغناطيسي فيه احتشاء قديم. الامر الثاني انه السلس البولي هو احد اختلاطات على فكرة النشبات الدماغية المتكررة، يعني اضطراب الاستعرافي اذا كانت النشبة بالمخيخ او القصد الجبهي مثل ما حكى الدكتور محمد. طيب اضطراب الذاكره، يعني اضطراب الاستعرافي او اضطراب الذاكره. نعم. طيب قصور الدرق، عباده انت حكيت قصور الدرق، ما بدك تفتح الميكروفون؟ ليكون مسكر الميكروفونات على الشباب يا محمود. طيب تمام. طيب بس اللي ما بده يطلع يعني يعتذر بعد اذنكم، ما بنستنى كل واحد ساعة لبين ما يدخل. مصطفى شو رايك بقصور الدرق؟ حكيم قصور الدرق ممكن يعملنا التعب، ممكن يعملنا ضعف في الذاكرة، ممكن يعملنا الكآبة، ولكن ما بيعمل اضطراب مشي. بيعمل سلس بولي شيء قصور الدرق؟ ولا بيعمل سلس بولي، ما متعرف عليه اعراضه انه بيعمل سلس بولي. طيب باركنسون، مين كتب باركنسون؟ طيب اللي كتبوا ما بدهم يطلعوا، شو رأيك مصطفى باركنسون؟ بالنسبة لباركنسون حكيم، شو اللي معه وشو اللي ضده؟ اللي مع اضطراب المشي، اضطراب المشي والكآبة، اللي ضد هو السلس البولي. تمام. طيب اضطرابات الحركة بشكل عام شو رأيك فيها؟ اضطرابات الحركية مثل سوء الوتار أو الكنع أو العراط أو داء ويلسون، كلهم ممكن يسببوا عتة وممكن يسببوا اضطرابات مشي، ولكن ما في منهم حدا بيسبب السلس البولي. تمام. العتاة أجسام لوي والزهايمر شو رأيك فيها؟ بتسوي، هي من الأساس عتاة اسمها، وممكن تعملنا إهلاسات بصرية، ممكن تعملنا ضعف متردد بالاستعراف، اضطرابات ذاكرة كمان، السلس البولي غير موجود فيها. هو المريض عنده عتاة، يعني في عنده مشكلة بالذاكرة؟ أنا حسب ما فهمت منك ما في عنده. هلا مشكلة الذاكرة بسيطة حكيم، يعني ما كانت المشكلة الاستعرافية اللي كبيرة، كان عنده مشكلة بسيطة ذكرت بداية القصة. تمام. طيب الاستسقاء الدماغ سوي التوتر. عبد الحميد تحسن دافع عن نفسك؟ نعم دكتورنا. تفضل. استسقاء دماغ سوي التوتر، استسقاء دماغ سوي التوتر نشوفه عند كبار السن، هو صراحة شيء بنحسن نقول ما هو مرضي، يعني بالدماغ كآلية إنه ما مرضي، هي سبب ضمور نسيج الدماغ فتوسع البطينات، يصير عندنا استسقاء دماغ سوي التوتر،
ممكن يظهر عنا عند بعض الأشخاص بسلس بول ثلاثي عرضي، يعني سلس بول وعته واضطراب مشي. تمام، إذا أنت معه بشدك أنه والله ما يعني ممكن باركنسون صراحة، يعني كمان موجه بشكل كبير لباركنسون، وممكن تشخيص تفريغية يعني كلها منيحة، بس أكثر شيء أنا مع باركنسون وإسقاط مغصور التوتر. طيب الخرف في الجبهة الصدغية دكتور، مين كتبوا هذا شباب؟ ممكن ما حدا كتبوا ما هيك؟ لا في حدا كتبوا كأنه حكيم خرف جبهة صدغية، عطاها جبهية عبادة. عبادة ما بيطلع. عبادة إيش صار معك يا عبادة؟ يعني جاء إسعاف عبادة. إيه شو رأيك مصطفى؟ الخرف الجبهي الصدغي حكيم بيعملنا تغيرات سلوكية، بيعملنا شوية صعوبة بالمشي، ولكن ما بيسبب عنا سلس بولي. طيب سفلس العصبي، شو هذا السفلس العصبي؟ أول مرة نسمع فيه، حكينا عنه. السفلس العصبي هو السفلس الثالثي لازم يكون حكيم، الحقيقة ما حضرته للسفلس العصبي. تمام، هو السفلس الثالثي، يعني نحن عنا الحمد لله مو منتشر هذا الأمراض، لكن دائما نحط تشخيص مرض الزهري اللي بينتقل عن طريق الاتصالات، اتصال جنسي. نعم، الأمراض الجنسية منتقلة بالجنس. السفلس أولي وثانوي وثالثي، الأولي بيكون فيه طفح، الثانوي بصير فيه عندنا تصمغات، وبعدها ينتقل للسفلس العصبي. السفلس العصبي سيء جدا، يعني ممكن يعمل كل هاي الأعراض اللي عم نحكيها، من الخرف، من الاضطرابات التنفسية، الاضطرابات الحركية، الباركنسونية، الصلابة، الضعف العضلي، يعني مقلد، المرض المقلد لكل شيء يعني. تمام. طيب بناء على هذا التشخيص التفريقي، شو الخطوة التالية؟ ذكر الشباب حكيم بي 12، عوز بي 12. برافو عليهم. هاي الشغلة عوز بي 12. مين اللي ذكر بي 12؟ عمر بتحسن انت تحكي لنا شوي انه ممكن شو ممكن الاعراض. اي حكيم، عوز البي 12 بيعمل اكتئاب، وبيعمل اذا صاب الحبل الخلفي بيعمل صعوبة بالمشي، والمزاج مكتئب كمان، بيعمل مزاج مكتئب. يعني كان عندنا فحص رومبيرك سلبي عنده، هذا بيطلع بالحبل الخلفي فبيطلع إيجابي. اضطرابات حسية بيطلع بشكل واضح، يعني بتتراوح بين خضر ونمل، آخر شيء ممكن يصير في عنا شلل رباعي. يعني عوز بـ 12 على هيك اللي بينظر له إنه ما له قيمة ممكن يسبب شلل رباعي يعني. لكن كل هذه الأعراض ما هي موجودة عنده، والسلس البولي ما بيتماشى معه صراحة. ما ذكر بقصة المريض مثلا أنه نباتي يعني يكون يتماشى مع عوز بـ 12، ولو أنه ممكن يكون يعني عوز بـ 12 يجي في سياق الأدوية. فتفضلوا يا شباب اكتبوا كل واحد عشات شو الاستقصاءات اللي نطلبها لهذا المريض، وخلي الاستقصاءات تكون موجهة يعني للتشخيص التفريقي اللي نحن حطيناه. ارجع احط له تشخيص تفريقي. طبعا بعد ما لاحظنا انه هذا منفي، هذا ممكن يترافق، هذا فيه شويه يعني اعراض موافقه، فاكتبوا لنا على الشات من خلال التشخيص التفريقي ايش ممكن تطلبوا استقصاءات اوليه. خلينا نقول استقصاءات اوليه، مو نطلب استقصاءات نروح يعني لبعيد كثير. مثلا رنين مغناطيسي مثلا، فورا بتروح على الرنين المغناطيسي دكتور؟ لا دكتور، لا ممكن نطلب طبقي محوري او وزن في الطرف يعني. برافو عليك، طبقي محوري، هي اول واحد كتب طبقي محوري الدماغ. نطلب تحاليل عامه مثل سي بي سي، سي بي سي وظائف الدرق، وظائف الدرق، سي بي سي، جلوكوز، يوريا، كرياتينين، هيدا دائما بسموها البيزك، تحاليل البيزك. نطلب التعداد الدموي، نطلب تحاليل الكيمياء الاساسيه اللي هي الصوديوم، الشوارد، وظائف الكليه، وظائف عفوا السكر. تمام، اللي طلب الرنين المغناطيسي ممكن نطلبه بعد الطبق المحوري. تمام. طيب اعطينا نتائج الاستقصاءات الاوليه دكتور مصطفى. تمام حكي. هاي النتائج الاستقصاءات ظهرت عندكم على الشاشة. الشوارد الصوديوم، البوتاسيوم، الكلور،
كانت كلها ضمن الطبيعية. طبعا هون أهم شارد هي البوتاسيوم لأنه ممكن يسبب لنا ضعف عضلي. برافو عليك. عاملين كربون ديوكسيد كمان ضمن الطبيعي، البولي والكرياتينين، السكر ضمن الطبيعي، عايسين التركيز المصلي للفالبرويك أسيد اللي كان عم ياخده مريضنا، لأنه في حال إذا ارتفع كتير ممكن يسبب لي رنح واضطرابات عصبية. هذه شغلة كتير مهمة، يعني نحن ما بنجريها صراحة ببلادنا، دائما معايرة حتى يعني هي بتجرى بشكل روتيني في الزيارات الروتينية بزورها طبيب العصبية، معايرة الأدوية مشان يعرف إنه هالمريض عم بيخترج العجب هو وصلان للمستوى المصلي للفينتوئين أو الفالبروك أسيد أو هالدواء هذا، ولا بالأصل ما بياخد المستوى العلاجي، وإذا كان عنده تأثيرات جانبية بيكون ممكن يكون عم بياخد يعني زيادة المستوى. فهون طلعان عنا إذا لاحظتوا من شهر كان 68 أو 66 وعند القبول 50، يعني ضمن الحدود الطبيعية. فإذا المريض غالبا يعني أو مو غالبا ما هو عنده مستوى زيادة أو مستوى ناقص، فبالتالي ما في مشكلة من الدواء اللي عم ياخده. كمان اللي بعده عاملين شكل فعال من فيتامين دال مشان لأنه ممكن يكون أحد الأسباب بسبب الضعف العضلي، بسبب الألم العظمي، بيخلي المريض تكون عنده اضطراب مشي ووظائف الدرق. هذا فيتامين دال كتير بيطلبوا يعني بشكل روتيني بولدان العالم، هي مو شائعة عنا وبلادنا من البلاد مشمتة يعني. طيب بعدها وظائف الدرق TSH والFT4 طلعت ضمن الطبيعي، هو طلعان عنده 6 كريتيفور 6 عفوا اي 6.6 مرتفع شوي من شهر، هذا من شهر كان TSH كان طبيعي، كان مرتفع شوي لكن وقت القبول بهالمرة كان طبيعي الطبيعي، وحتى ما في داعي نطلب FT4 إلا إذا كان في عنا ارتفاع TSH، فممكن يكون من شهر تقريبا كان في عنده حالة حادة أو كذا، ممكن يكون عنده قصور درق تحت الطبيعي، لكن هلا حاليا بالوقت الحالي كان طبيعي TSH، فما في داعي نطلب FT4. إذا الاستقصاء المسحي هو TSH. الطبقي المحوري شو طلع فيه دكتور مصطفى؟ كان ظهر احتشاء قديم، احتشاء دماغي قديم، ولكن هون حاليا موجود صور الرنين المغناطيسي. تمام، اذا هو لما طلع الاحتشاء قديم قرروا يعملوا رنين مغناطيسي، فشو نتيجه الرنين المغناطيسي؟ الرنين نفسه طلع لنا بؤره احتشائيه قديمه، وفي عنا ضمور قشري بسيط قد يكون بسبب التقدم بالعمر، وفي عندنا الزاوية اللي مرسومة بسموها مؤشر إيفانس، هي دلالة على ضخامة البطينات. تمام، في عندنا توسع بالبطينات إذن على الرنين المغناطيسي، توسع بطينات على الرنين المغناطيسي، الزاوية هي زاوية إيفانس اللي بتأشرنا على وجود توسع في البطينات، ما لازم تكون هاي الزاوية منفرجة كتير، يعني انفراجة أو يعني وجودها بدلنا على وجود توسع في البطينات او التصاق في البطينات. فيعني طلع عنا هلا شغله جديده اللي هي بتميز يعني المتلازمه صراحه، استسقاء الدماغ سوي التوتر، اللي بيكون في عنا استسقاء دماغي واضطراب في المشيه وسلس بولي. صحيح، الخطوه الثانيه دكتور مصطفى شو نعمل الان؟ اول شيء بس نحكي شوي عن تفضل استسقاء الدماغ سوي التوتر او ذو الضغط الطبيعي، بتميز بثالوث تغيرات، هي تغيرات المشي، السلاسل البولي، وضعف الادراك او العتاهه. ضعف المشي هو السمه الابرز، تميز بمشي واسع القاعده طول الخطوه قصير، غالبا تحدث مشاكل في بدء الحركه التردد، هي تقريبا تشبه الافه المخيخيه وتشبه داء باركنسون. مقاربة التشخيص، الثلاثي الكلاسيكي اللي حكينا عليه اللي عدم استقرار المشي والسلاسل البولي والضعف الإدراكي، في عنا معايير التشخيص، العمر فوق 40، تقدم الأعراض خلال 3 أشهر، تصوير الرنين المغناطيسي اللي شفنا فيه زاوية إيفانس، خلل المشي، السلاسل البولي، طبعا مع نفي المسببات الأخرى اللي حكيناها ضمن التشخيصات التفريقية وإجراء التحاليل المخبرية، والبز القطني هو بيأكد لنا التشخيص أيضا. البز القطني ايش لازم يطلع فيه؟ يعني عفوا البز القطني هون، البز القطني حكيم هون نبذل في حال نحن كنا متوجهين لاستسقاء الدماغ سوي التوتر، نبذل كميه كبيره تقريبا 30 ل 50 ملي
ونفحص المشي بعد ساعة تقريبا من البزل بنلاقي في تحسن واضح بالمشي، هذا كمان دليل أنا على بس تشخيص الوضع. يعني عفوا يعني هو هذا مساعد في التشخيص، لكن نتأكد دائما أن الضغط بالسائل الدماغي الشوكي ما مرتفع، ممكن يكون في عندنا شيء اسمه ارتفاع الضغط داخل القحط سليم سليم اللي بيكون في التصوير دماغ طبيعي، لكن عنده أعراض، هو المريض بيكون في أعراض ارتفاع توتر داخل القحط ومنأكده بالبزل، فلازم أول شيء ننفي يعني إنه الضغط مرتفع، وبعدها مثل ما قال الدكتور مصطفى مشكورا إنه بنشوف تحسن المشي عند المريض بعد البزل، بتحسن كثير شغلات عند المريض. تفضل كمل دكتور مصطفى. التدبير الأولي مثل ما قلنا بنعمل إجراء بزل قطني كبير للحجم 30 ل 50 ملي، ونفحص المشي بعد ساعة من البزل، لاحظنا أنه في صار في تحسن كبير بالمشي حتى دون عكاز، المريض أنه إذا بتتذكر بداية القصة كان جاي بالبداية على كرسي متحرك وفي معه عكاز، وبعد فترة تقدر بأسابيع لوحظ تحسن بالمزاج لدى المريض وتحسن بالذاكرة وأصبح أكثر نشاطا. التدبير النهائي تفضل حكم. تفضل تفضل. التدبير النهائي بنعمل تحويله بطينيه صفاقيه، بننزح اي نسمح للسائل الدماغي الشوكي ينزح من احد البطينين الجانبيين الى البريتوان، ونحن بنستطيع التحكم بكميه السائل عن طريق صمام، بتفتح الصمامات عند الوصول لضغط معين بيكون معيره داخل القحف، ومنسميها صمامات تنظيم التدفق. المتابعة من خلال زيارات متعددة ممكن نخلي التحويلة 4 إلى 5 سنين، قد تصل المدة حتى 10 سنوات. الله يعطيكم العافية. مشكور دكتور مصطفى. إذا الحالة بعلاجة بسيط بالبزل متكرر أو نعمل تحويلة شنط دائم للمريض. باختصار الحالة ما هي معقدة كثير ونادرة على فكرة، هي ماي من الحالات الشائعة، لكن بتسلطنا الضوء إنه ممكن يجينا المريض بيعني اضطرابات مترافقة، وأحيانا يضيعك المريض، يعني المريض هو عنده اكتئاب، عنده مشاكل يعني متعددة، ضغط المريض عنده أدوية متعددة، أدوية ممكن تروح المريض على الرعاش، تروح المريض على شوي يصير في معه سقوط متكرر، لكن السائل البولي كان هو الكلوز تبع هاي القصة، اللي ما لازم يكون إذا ما في سبب عضوي ما كان لازم يصير في عنده يعني هذا المريض. بالقصة ما أحسن نلاقي كلوز كتير، بالفحص السريري كان معظمه طبيعي فكمان ما لقينا في هذا، الاستقطاع الوحيد اللي هو دلنا هو الرنين المغناطيسي. بالأخير لازم نحن نمشي هاي الخطوات واحدة وراء الثانية حتى نحسن نوصل للتشخيص. باختصار ممكن يكون المريض يطلع عندنا ستروك وينتهي الموضوع عن الطبقي المحوري، وممكن نتعذب أحيانا. آخر شيء كده طلع علاج المريض عبارة عن بزل أو شنط، يعني لا بده دواء ولا بده شيء، لكن أنت غيرت حياة المريض من مريض عاجز وبيبول تحته لمريض صار طبيعي، ما في عنده عتا، بيمشي لحاله بدون ما يتسند على عكازة، ويعني بدون عنده ثلاث بولي. الله يعطيكم العافية. إذا في أي سؤال ممكن نناقشه.